أحبائي متابعي برنامج الإيمان والعقل، أهلا وسهلا بحضراتكم. موضوعنا النهاردة شيق جدا، هنتكلم عن سر من أسرار كنيستنا السبعة. حديثنا النهاردة عن موضوع سر مسحة المرضى. اسمحوا لي في البداية أرحب بقدس أبونا بولس الساتي المدبر البطريركي للكنيسة القلدانية في مصر. أهلا وسهلا بقدس أبونا. أهلا بك أبونا. في بداية موضوعنا حابين نفهم مفهوم هذا السر، إيه هو مفهوم سر مسحة المرضى؟ طبعا مسحة المرضى هو برضو من الأسرار اللي مرتبطة ارتباط مباشر بيسوع، يعني مش حاجة اتطورت مع مرور الزمن. المعجزات اللي عملها يسوع، الأمل اللي ادى للناس مرتبط برغبتهم بالشفاء. يعني نشوف شفاء الأعمى، نشوف شفاء، يعني في شفاء الجسدي، في شفاء الروحي. الأعمى كان أو المفلوج أو كل المعجزات اللي عملها يسوع ده كان شفاء جسدي، وكان برضو في شفاء روحي مرتبط فيه. عشان كده احنا ناخد المنطلقين دول كأساس لمسحة المرضى، المفعول بتاعه. لما يجي حد وبيطلب الشفاء فطبيعي بأنه يكون عنده إيمان بالشخص ده. يعني أنا لما أروح عند دكتور لازم أسمع عنه، الناس بتقولي ده دكتور كويس فأروح له. لو أنا ما شفتش الدكتور ده كويس يبقى أروح لحد تاني أنال منه الشفاء. فكان كده برضو مع المسيح، في ناس كانت بتسمع يا ابن داود ارحمني، اسم تحديد نسل ملوكي، بيحمل في صفاته حاجات كتيرة، بيحمل في صفاته المسحة، المسحة من قبل ربنا. عشان كده المسيح برضو في بعض الحالات كان بيمسح، يعني عمل جبل الطين وحط على عين الشخص الأعمى وكده، عشان يبين بأنه الطريقة اللي متبعة لها برضو اتصال مباشر بشخص المسيح، المسيح اللي جه عشان يشفينا، يشفي أمراضنا ويحمل أسقامنا. فما فيش حد عمل كده غير المسيح من كل الأنبياء اللي جم وأعلنوا كلمة الله. المسيح هو دخل في الشفاء وعمل لنا الشفاء الروحي. إيليا كان عمل كده، شفى ابن الأرملة وإدى برضو الإمكانية بأنه يعيشوا جسديا لما عمل المعجزة بأنه الزيت والدقيق ده يستمروا. فابن النعمة اللي هو معمد على اسم يسوع المسيح، لما يحس بأنه قوة يسوع تغلغلت إلى جسده، ادت له القوة، ادت له الراحة النفسية، فحينطلق سواء من خلال شفائه الجسدي أو من خلال شفائه الروحي. فعشان كده مسحة المرضى يعني هي برضو يعني متصلة اتصال مباشر بالخطية. يعني لما أنا أحس بأنه يعني خطاياي كتيرة، فمسحة المرضى في يعني النصوص بتاعتها، في الحركات بتاعتها، مرتبطة ارتباط مباشر بالحاجة اللي كان بيعملها يسوع لمغفرة الخطية. يسوع كان بيغفر الخطايا، فالإنسان كان بيستريح نفسيا، ويسوع كان بيشفي الإنسان المريض برضو كان بيستريح نفسيا. فكل حاجة دي مرتبطة مع بعضها البعض. مرسي أبونا أنك أكدت في إجابة حضرتك أن الشفاء مش بس شفاء جسدي مقصود بيه سر مسحة المرضى، لكن كمان شفاء روحي، ولازم الشخص يبدي رغبة في هذا الشفاء. عشان كده دايما بنشوف السيد المسيح يقول كده مغفورة لك خطاياك، يؤكد لشفاء داخلي قبل الشفاء الخارجي. أبونا في سؤال كمان، من الذي ينال هذا السر؟ مين اللي بينال هذا السر ومن يمنحه؟ اللي بيناله هو المؤمن المسيحي. يعني ما ينفعش أنا أدي سر لشخص غير مؤمن، أو بمعنى صح غير مؤمن بالمسيح. الشخص المسيحي اللي مفروض ياخد الأسرار لأن ده السر. أنا أقدر ككاهن إذا يجي حد من أي ديانة كانت يقول لي أبونا صلي لي أو حط إيدك على رأسي، فأنا بعمل كده، دي حاجة طبيعية. المسيح عمل كده برضو مع ناس مش يهود. يعني مثلا لما نفكر بابن قائد المئة اللي قال له يا رب أنا خاطي، ما ينفعش تخش عندي، ما ينفعش تيجي عندي، فالمسيح شفى
يعني نقول المرأة الكنعانية، المسيح شفى. لكن احنا كسر ده بيعتمد على يعني المصدر الموثق الأكيد برضو على رسالة القديس يعقوب برضو الإصحاح الخامس، يعني بيقولك إذا كان أحد منكم مريضا فليدعو شيوخ الكنيسة يضعوا أيديهم عليه ويمسحوه بالزيت. بيخصص بأنه ده الشعب المؤمن، وبيخصص برضو مين اللي بيديه، يعني شيوخ الكنيسة، مش يعني المفهوم الحرفي بأنه لا ده شيخ كبير، لا ده هم الكهنة، الكهنة والأسقف. وطريقة الحاجة اللي كانوا بيعملوها يعني كان فيها حاجة روحية، بأنه أنا كنت بمد إيدي عليك زي ما كانوا بيمدوا إيديهم على الرسل ويبسطوها عشان يدوهم البركة. والزيت دي حاجة قديمة معروفة للشفاء، سواء كان خارق الديانات بأنه لا زال لغاية دلوقتي حتى الناس مش مؤمنة بتستخدم الزيوت في أمور أساسية. يعني الزيت دخل بقى في حاجات كتيرة، ما بقاش يعني بس زيت زيتون، ده بيعملوا لك تجميل وبيعملوا لك مش عارف إيه، فأساسها بقى الزيت. وبرضو الطب البديل، يعني الزيت بيدخل فيه أساسي، بيستخلص مش بس من الزيتون. فنشوف بقى فعالية الزيت. احنا عندنا حاجة حلوة في الطقوس الشرقية، في الزيت طبعا المكرس اللي ممكن يكرسه الأب الأسقف والأب البطريرك، لكن احنا كأباء كهنة برضو بنكرس الزيت. يعني زيت مسحة المرضى احنا ممكن كأب كاهن يروح ياخد زيت يصلي عليه ويعمل به المسحة. في الكنيسة الكلدانية برضو ممكن، حتى في المعمودية كأب كاهن انت تكرس الزيت، مش زيت الميرون، لا زيت الميرون ده خاص بالبطرك او بالأسقف. فالفكرة دي بأنه انت تصلي على الزيت دي برضو لها أسبقيات. الكنيسة لما ابتدت تحدد مين اللي هيعمل ده، لما ابتدت تحدد ازاي تعمل السر ده، لأنه في ناس كتيرة ابتدوا وكانوا زمان بيعالجوا الناس حتى بصورة غير مسيحية بالسحر بواسطة الزيت. دي حاجة احنا يعني نشوفها دلوقتي لما تروح تاخد مساج برضو في زيت، او لما رجلك بتوجعك، ده كان زمان بقى مرتبط بتعويذات ومرتبط مش عارف ايه وحاجة سحر. لكن مسحة المرضى المسيحية لا، دي بتديك شفاء الروح وشفاء الجسد بناء على أساس مسيحي. زي ما عمل المسيح إحنا نعمل، زي ما سلمنا المسيح إحنا بنشتغل. وما ننساش بأنه لما إحنا بنمسح فدي جاية من المسيح، فإحنا مسيحيين ممسوحين، فكله مرتبط ببعض. أبونا، انطلاقا من دور الكاهن هو الذي يمنح السر وبيدي شفاء باسم يسوع جسدي وروحي، حابين نعرف كيف يحتفل بهذا السر؟ طبعا احتفال السر تطور، يعني المفهوم بتاع السر بأنه انا في الساعات الأخيرة بأنه لازم اجيب الكاهن. زمان ما كانش كده، زمان لما الواحد كان بيموت بقى، كان بيموت عشان السر يعني اختلف، كان بيروح بقى يحطه على وشه مية مقدسة او يرشموه خلاص يعني تتكلت. لكن مع تطور الوقت، يعني مثلا عندك في مجمع تريند كانوا بيحطوا الزيت على الحواس كلها وعلى الايدين وعلى الرجلين وكده. فككنيسة لاتينية عملوا ايه؟ يعني اقتصروا بعد المجمع الفاتيكاني الثاني بانه يحط الزيت على جبينك وعلى ايديك فقط، مش على كل حاجة. فده برضو هما رجعوا للحاجة الاساسية، يعني يسوع كان دايما بياخد الراس، ما كانش بياخد حتة تانية. أعضاء الجسم التانية دي كان ليها العلاج لما تكون مثلا مشلول أو حتى إيدك فيها برص أو جسمك فيه برص. فعشان كده لما نيجي إحنا لصيغة الاحتفال دلوقتي، هو يفضل إذا في إمكانية بأنه ده يتم في الكنيسة، وكل كنيسة بتخصص يوم محدد، سواء فترة الصوم، يعني مثلا جمعة العازر أو أربعاء العازر حسب تسمية بقى كل كنيسة، بأنه بتدي السر ده في صيغة احتفال جماعي، وبيقعدوا وفي صلوات معينة، في زيت يكرس للمناسبة دي عشان تحس بفعالية السر. ده سر من أسرار الكنيسة اللي لازم ياخد حقه.
يعني انا زمان لما كنت راعي بتاع مستشفى في المانيا، لما كنت بخش على اوضه الناس كانوا بيطردوني. ليه؟ لانه كان بيشوفوا ملاك الموت او عزرائيل كان دخل الاوضه، كان جاي بقى ياخد روحهم، لان اب كاهن معناته الكلام الاخير اعتراف ومسحه المرضى، وهم بقى هيتكلوا هيموتوا. لان دي الفكره اللي انا واخدها عن مسحة المرضى. لكن لو كان في كنيسة، لو كان في إطار احتفال رتبة توبة، فكده حتروح الفكرة النيجاتيف دي بأنه لا، الإنسان خلاص يعني طول ما أنا أخذت السر يبقى حموت. لكن السر ممكن أنا أخده لما أكون عيان عادي، السر هو حيقويني مش يعني حضرني للموت، ده تقوية. أبونا مرسي لحضرتك على هذا اللقاء، فعلا أكدت قدسك على فكرة شفاء داخلي قبل الشفاء الخارجي. قدس أبونا بولس الساتي المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. شكرا لكم على وجودكم. أحبائي المشاهدين، زي ما سمعنا من قدس أبونا، محتاجين لنمو داخلي، شفاء داخلي قبل الشفاء الخارجي. بولس الرسول بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هذا الفرح ينبع من شعور داخلي قبل شفاء خارجي. ربنا يبارك حياتكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. يسوع معكم.